رجعت لكم تاني وفيديو جديد. زي ما احنا خدنا في الفيديو اللي فات اكتيفيتي على يونت 1 الخاص بمنهج كونكت 3، النهارده انا جايه لكم بقى باكتيفيتي خاص بيونت 2. يلا بينا نبتدي مع بعض على طول. ليتس ستارت. اوكي، هنا زي ما احنا شايفين كده يا اولاد، عندي نمبر 1 listen and number the pictures. المفروض ان احنا نسمع التيتشر وهو بيقول الكلمات الwords اللي فوق دي، وانا بناء انا عليها ابتدي احط النمبر تحت كل صورة. اوكي، نمبر 1 بيقول لي duck. duck. where is the duck? yes sure. اوكي، نمبر 1. نمبر 2 medicine. medicine. اوكي، نمبر 3 calf. calf. اوكي، نمبر 4 heart. heart. yes very good. Number 5 cake. cake. طبعا يا ولاد انا مش هقول المعنى اللي احنا اوريدي خدناها في يونت 2، كمان الصور clear enough، واضحه جدا ان انا ما اوضحش المعنى in Arabic. اوكي، Number 2 read and fell in the gaps. طبعا شور جدا ان احنا لازم نقرا الكلمات الموجوده هنا ونفهمها كلها علشان نعرف نحطها في مكانها المظبوط. هنا عندي اول حاجه Who أنا بستخدمها للسؤال عن الأشخاص. Who to ask about people. Okay. Number 2 cold. Cold. Okay. Number 3 what. What بتيجي بمعنى ما أو ماذا. Okay. To ask about something or someone. Okay. طيب let's start. أنا عندي هنا conversation between Mona and Ayman. Mona هنا عندي space وبعدين بتقول as the matter. هنختار ايه؟ very good. what is the matter؟ ما الامر؟ اوكي، خدناها كتير قوي في يونت 2، شفناها كتير جدا. اوكي، number 2 رد عليها ايمن، قال لها I have a. عنده ايه ايمن؟ very good. I have a cold. عندي برد. I have a cold. اوكي تمام، نيجي مع بعض بقى number 3 choose the correct words between facts. اوكي، مفروض ان احنا هنختار الاجابة الصحيحة ما بين الاقواس. number 1 wash your hands with، هنغسل ايدينا بايه؟ tissues soap toothpaste. very good. طبعا هنغسل ايدينا بالصابونة soap، مهم جدا يا ولاد عشان نحافظ على صحتنا ان احنا دايما wash our hands with soap. اوكي، نمبر 2 عندي farmers teachers ولا doctors check our health. مين المسؤول يا ولاد على متابعه صحتنا؟ ولو لا قدر الله تعبنا بنروح لمين؟ very good doctors. اوكي طيب، نمبر 3 I have ولا I eat ولا I drank a headache. headache طب احنا عارفين ان هو الم pain كده بيجي في الهيد في الراس، headache يعني صداع، يبقى I have لدي صداع أو عندي صداع. Number 4 my heart ولا my bone ولا my nose helps me move، اللي بيخليني أو بيساعدني على الحركة إيه؟ Okay try كده to move your hands or to move your leg، هتلاقي اللي بيتحرك وبيساعدك على التحريك وهو البون العظم. Okay Number 5 I have two، لدي اتنين. اتنين من إيه يا ولاد؟ hand ولا leg ولا eyes. لا سمع حد بيقول leg، لا غلط الإجابة دي، احنا هنختار eyes. ليه eyes؟ عشان فيه في الآخر S كده جمع. اوكي، منفعش اختار leg علشان دي leg واحدة. اوكي، وهنا بيقول لك two يعني plural كده، يبقى انا عندي جمع، يبقى لازم اختار حاجة اخرها S. اوكي، نمبر 4 بناء هنا على البيكتشرز الموجوده المفروض ان احنا نرتب الكلمات اللي تحت عشان نحصل على كلمه مناسبه لكل بيكتشرز. اوكي، هنا عندي طبعا very good fever. طبعا يبقى احنا لازم يا اولاد يكون حافظين الوردز دي علشان نعرف نحل. fever. نمبر 2 very good plaque. Okay, معلش ال handwriting it's not okay enough، بس okay I'm trying يعني. Number 3 no it's not a hand، مش بيشاور على الإيد، هو بيشاور على ال skin الجلد skin. Okay skin. Okay Number 4 very good mouth. M-O-U-T-H. اوكي
اوكي كده بقى احنا حلينا the first page اول صفحة. هنتنقل مع بعض بقى للجزء الثاني. اوكي بصوا هنا يا ولاد number 5 بيقول لنا ايه rearrange the following to make a sentence. مفروض ان احنا نرتب ايه الكلمات دي في وضعها المظبوط عشان نحصل على جملة صحيحة مناسبة. هنا عندي number 1 healthy eat food. احنا اتفقنا ان احنا نبتدي بالمحطوط تحتي underline. يبقى هنقول eat healthy food. Eat healthy food. Okay. Number 2 number 3 this is homework. Okay. المفروض ان انتوا حبايبي هتحلوها في البيت مع مامي او لوحدكم خلاص. اوكي واشوف الحل بتاعكم تبعتوها لي يا اما في كومنتس على اليوتيوب او على صفحتي التعليميه باسم مس شيماء منير اللي انا هنزل عليه الفيديو ده. اوكي هنا طبعا بقى look and write a sentence under each picture. كل صوره من دي نحاول يا اولاد ان احنا نكتب تحتيها اي جمله. يعني دي مثلا ممكن نقول she is a nurse. She is a nurse. Okay. طيب دي برضو هتبقى homework. Okay. The second one هتبقى homework. وانتو الأولى ممكن تكتبوها زي ما أنا قلت لكم كده she is a nurse. Number seven. طبعا هنا مفروض ان احنا نعدل من الجملة دي لان هي مش مظبوطة. هنا احنا اتفقنا انه اول letter لازم يكون capital. هنا بيقول how are you? Which means لازم نحط في الآخر question mark لان ده question. Okay. Number 2, they are very kind. ودي يا ولاد هتبقى homework برضو ليكم في البيت تحلوها لي وتسيبوا لي في الكومنتس على اليوتيوب او على صفحتي التعليمية. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.